بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد أبطلنا احتمال التسلسل في بحثنا عن تكوين هذا الكون ومن أين جاء هذا الكون. أبطلنا بالدليل العقلي التسلسل، وقلنا إن العقل يحيل أن تكون تلك السلاسل التي يرتبط بعضها ببعض لابد أن تكون مستندة إلى قوة ذاتية حتى تعطيها تلك القوة، وإلا فستكون حلقات وهم كالأصفار التي لا قيمة لها إلا إذا استندت إلى الواحد. عندنا الاحتمال، طبعا قلنا هذا الكلام لسنا بحاجة إليه أو ينبغي أن لا نكون بحاجة إليه بعد أن ثبت عندنا خلق العالم، وأن العالم يعني بدأ من الصفر، في صفر قبله لم يكن عالم، كان عدم ثم حصل عالم. فالتسلسل هذا يمكن أن يقال للدهرية، يقال للفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. نحن الحمد لله ارتحنا من هذا، لكن أبطلناه احتياطا. الآن الاحتمال الثاني هو ليس تسلسلا. هناك نظريات عديدة في تفسير وجود الكون، أشهرها، ولا أقول هي مقطوع بها ولا أقول هي صحيحة لا محالة، لكن يعني عليها مؤشرات قوية. والحقيقة كل باقي النظريات تستند إلى شيء مبدأ مشابه، وهو ماذا؟ أنه فجأة حصل كل شيء من لا شيء. طيب ما الذي حصل؟ لنفترض نظرية الانفجار الكبير التي يعني هي مشهورة عند الناس وليس عندي قطع بها، والذي يعني يتصور أنها جاءت من كتاب الله هو واهم. الذي يعتقد أنها مأخوذة من قوله تعالى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني هذه الآية قد يكون فيها إشارة إلى معنى مشابه لكن ليست مقطوعا بها. يعني إذا بطلت نظرية الانفجار الكبير، الآية لا علاقة لها بها، لأن الآية لم تصرح بهذا الأمر، لم تصرح بأن انفجارا كبيرا قد حصل. الآن لنفترض نظرية الانفجار الكبير، وهي أشهر ويعني أقوى نظرية موجودة إلى اليوم، نعم، وغيرها هو دونها في القوة. نظرية الانفجار الكبير تقول ماذا؟ فجأة هناك ذرة أو نقطة أو شيء ما قد انفجر فحصل كل هذه الكائنات. إذن شيء قد انفجر، طيب هذا الشيء من الكائنات أم ليس منها؟ لا لا لا، هو أصل الكائنات. طيب ما هو أصل الكائنات؟ هو كائن، يعني كائن. إذن هذه الكائنات متوقفة على وجود انفجار كبير قد حصل، ها، وذلك الانفجار متوقف على شيء سينفجر. هذا الذي يسميه علماء العقليات الدور، وهو محال عقلا. ما هو الدور؟ أن يتوقف العنصر ألف، أن يتوقف وجوده على العنصر باء، وباء يكون متوقفا في ذات الأمر على العنصر ألف، إذن لن يحصل لا ألف ولا باء. كما إذا وقفت مع زميلك أمام الباب وأقسمت عليه أن يدخل قبلك، وهو أيضا أقسم أن تدخل قبله، هنا لن يحصل دخول لكل واحد منكما. فلو كانت المسألة مسألة دور، يعني انفجار كبير متوقف على شيء ينفجر، والانفجار وذلك الشيء الذي قد انفجر هو كائن أيضا يحتاج إلى تكوين، يعني شيء ينفجر وانفجار متوقف على، يعني إذن حصل الدور، والدور باطل عند العقلاء. مثله أيضا مثال الشهير البيضة والدجاجة، البيضة وجودها متوقف على الدجاجة، فلا نستطيع أن نحصل على بيضة بدون دجاجة، بيضة حقيقية طبعا، لا يقول إنسان الصين صنعوا البيض الصناعي، لا، بيضة حقيقية. لا نستطيع أن نحصل على بيضة دجاج إلا من خلال دجاجة. طيب الدجاجة من أين نأتي بها؟ لا تكون الدجاجة إلا بالبيضة. طيب إذن البيضة متوقفة على الدجاجة والدجاجة متوقفة على البيضة. إذا بقينا بهذا الدوران المستمر، هذا اسمه الدور،
الدجاجة متوقفة على البيضة والبيضة متوقفة على الدجاجة، إذا لن تكون لا بيضة ولا دجاجة. إذن لابد حتى تحل هذه المعادلة لابد من قوة ذاتية أوجدت الكائن الأول، إما الدجاجة التي باضت وإما البيضة التي فقست، فحصل عندنا الدجاجة. وكذلك ثمرة الجوز التي أمامك مثلا، هذه من أين جاءت هذه الجوزة؟ جاءت من الشجرة. والشجرة من أين جاءت؟ من جوزة. وجوزة وثمرة وجوزة وثمرة إلى ما لا نهاية، هذا محال عقلي. لابد أن تستند تلك أكوان التي هي من قبيل ممكن الوجود الذي تحدثنا عنه في لقاءات سابقة، وقلنا إن ممكن الوجود الأصل أن لا يكون. طيب كيف كان؟ بالتسلسل، قلنا التسلسل باطل. بالدور، الدور أيضا باطل. فمسألة الدور هذه يعني بعض الظرفاء من أهل العلم جعل لها يعني هكذا شيء يحفظه الطلاب، أبيات هكذا قال أو بيتان قال ماذا؟ مسألة الدور غدت وبيني، مسألة الدور غدت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفت، لولا جفاها لم أشب. فإذا لن يحصل واحد منها من هذين. فكون هذه الكائنات متوقف على الانفجار الكبير، هذا لا يحل الإشكال. لماذا؟ لأن الانفجار الكبير هناك شيء ما سينفجر. طيب وهذا الشيء الذي سينفجر أيضا هو كائن، لأنه قد كان. فإذا لابد أن يستند كل من الذي انفجر وما نتج عنه من انفجار، لابد أن يستند كل منهما إلى قوة ذاتية لا تكون ممكنة، تكون واجبة الوجود حتى تمنح ذلك العدم هذا الوجود. وإلا فسنبقى سائرين في حلقة مفرغة. ألف متوقف على باء وباء متوقف، يعني لماذا سمي الدورة كأنه دائرة؟ ندور هكذا مثل بيضة ودجاجة هكذا ندور. الحقيقة وش في التسلسل؟ فلا التسلسل مقبول عند العقلاء ولا الدور مقبول عند العقلاء، فبطل احتمال أن تكون هذه الأشياء متوالدة بعضها عن بعض بدون قوة ذاتية تستند إليها، وبطل كون الشيء يعتمد على الشيء الآخر ثم الشيء الآخر يعتمد على الشيء الأول. فلا بد من تدخل خارجي حتى يحصل هذا الكون، وبهذا نكون قد أبطلنا الاحتمال الثاني الذي هو احتمال الدور. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.